احتياطا سجلنا المحاضرة. ممكن يكون تسجيل أحسن من تسجيل محاضرة امبارح. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم في مادة الأدلت 1 أدلت هيلث نيرسينج وليس أدلت كير نيرسينج. أدلت هيلث نيرسينج أمراض الأدلت هود اللي بتصير في الأدلت هود كثير متنوعة, فمستحيل نقدر نغطيها في مادة أدلت واحدة. فعشان هيك شو راح ناخد أدلت 1 أدلت 2, في عنا على السنة الرابعة فصل ثاني في عنا مادة الكريتيكال, فهذولا بغطوا معظم الأمراض. لسه في كثير أمراض ما راح تتغطى, لكن most common diseases اللي راح تتعامل معها راح تتغطى خلال مرحلتكم وأنتوا طلاب. نبلش في الأدلت 1. المادة هي عبارة عن 4 credit hours 4 ساعات معتمدة موزعة على محاضرتين أسبوعيا, مدة كل محاضرة ساعتين. أنا مدرس هذه الشعبة, ساعات المكتبية ضروري تحطوها في بالكم. الدكتور موجود في المكتب, أنا مداوم يوميا في الجامعة, لكن متى بكون available للطلاب؟ من الساعة 11 للساعة 12. فلو سمحتم هاي حطوها في عين اعتبار. يعني والله واحد يجيني أنا بخلص على الساعة 10, دكتور أنا عند باب مكتبك. طيب أنا لو كنت في المكتب, لأنه في عندي شغل إداري, لو سمحتم فال11 ل12 هاي مخليها لاستفسارات الطلاب الأكاديمية. شان أكاديمية يعني اللي بتتعلق في المادة, لكن والله طالب عنده مشكلة ثانية أهلا وسهلا في بأي وقت. لكن بما يخص المادة من ال11 ل12 أنا بروح الساعة 1 عشان تكونوا في الصورة, فاحسبوا حسابكم. أي إشي بتعلق في المادة من 11 إلى 12 أهلا وسهلا فيكم في مكتبي الموجود اللي هو مكتب مساعد العميد. كان مكتب الدكتور معاط طناش السنة الماضية, هسا أنا نقلت عليه. كتب المعتمدة عندنا الميديكال سيرجيكال 14th edition, راح أنزلكم أنا الـ 13th edition. إذا قدرت ألاقي الـ 14th بنزلكم إياه, توقع عندي 14th. على كل حال ما فيش اختلافات كبيرة, حتى 10th edition ممكن يزبط. اللي بنتبه على السلايدات وبحل أسئلة إنكليكس ديش تقريبا ما فيش حاجة للكتب هذول. هذول الكتب ديش راح أنزل لك إياها عشان في العملي. يعني مثلا الأسبوع الجاي أنت راح تستلم كيس واحد معاه إنجنا ذبحة صدرية, خذناها في النظري؟ لا. راح تيجي المس بتسألك شو هي الانجينا, شو هي الذبحة الصدرية, تقول مس ما اخذناهاش. انا عارف بدك تروح انت تدرس عنها, فبنزلكوا اياها في بنزلكوا هذا الكتاب بي دي اف مباشرة في خانة السيرش. اكتب انجينا اسم المرض بطلع لك عنه, اقرأ شوي عنه. واحنا عارفين وراح نخبر المسات والمدرسين لا يشدوا عليكم في في المواضيع اللي لسه ما تغطت, ماشي؟ لكن مع ذلك ما بتحميك من مسؤولية انك تروح تقرأ. عشان هيك راح انزلك اياه, احتفظوا في نسخه في منه على التليفون. هاي الكونتنتس اللي راح تتغطى في هذا السمستر. في عنا اول شابتر راح نبلش فيه ان شاء الله هو الفلويد اند الكترولايتس امبالانسز, وراح نحكي ازنخ محاضره اللي هي البيري اوبراتيف نيرسينج كير. شو يعني بيري؟ حو يعني اي اشي بتعلق في الاوبراتيف نيرسينج كير اللي هي بتتضمن البري قبل ما يفوت على العمليه, انترا خلال العمليه, بوست اوبراتيف نيرسينج كير, كلها راح نحكي عنها. وهي عباره عن قراءه, بدكم تتحملوني وانا تسمعوا صوتي وانا اقرا. لا في شغلات بدها شرح لكن معظمها يعني راح تكون شوي سهل سهل ان شاء الله, سهل عليكم زين خالي. طيب نبلش في الديزيزز في التشابتر 3. طبعا هذا في كثير في فهم ومهم مهم جدا. تشابتر 3 نبلش في الديزيزز تاعون الاورجانز, راح نحكي عن المانجمنت اوف ريسبيراتوري ديس اوردرز, بعدين راح نحكي عن الكارديوفاسكولار, وهذا اطول تشابتر في السمستر. ريسبيراتوري طويل لكن كارديوفاسكولار اطول. راح نحكي عن management of blood disorders زي الأنيميا, bleeding disorders, assessment and management of gastric and duodenal disorders الأمراض اللي بتصير بالمعدة والديودينال, وكمان الأمراض اللي بتصير بالintestinal والrectal disorders
زي مثلا القولون العصبي، التهيجات اللي بتصير والالتهابات اللي بتصير القولون، او حتى الهيمورويد appendicitis. شو يعني appendicitis؟ التهاب الزائد. هيمورويد البواسير. assessment and management of hepatic dysfunction، الامراض المصيب اللي بتصيب الليفر زي تشمع الكبد، التهاب الكبد الوبائي مثلا. وهذا التشابتر بالذات ما راح نلحقه، ما عمرناش لحقنا نشرحه، فبيكون اول تشابتر لكم في ماده ادلتو، لكن احنا بنحط احتياطا لحقنا راح يكون انتو في يومين بهذا الفصل، في يومين عطله، يومين احد، فبنشوف شو بدنا نعمل. المهم فهذا التشابتر زي ما قلت لكم على الاغلب ما راح نشرحه. توزيعة العلامات، وهي سياسة في الكلية، أي مادة نظرية إلها مادة عملية بتكون توزيعة العلامات فيها كالتالي: 30-30-40 خطة برشلونة 4-3-3، 40 فاينل، 30 للفيرست و 30 للسكند مجموعهم 100. السكيل اللي اعتمدناه عشان موضوع الإيسن، اعتمادية الإيسن خذنا تعودتوا عليها هسه. هذا طالب جاب قديش علامة النجاح؟ 50. طالب جاب 40-49 بقدر أساعد؟ والله ما بقدر، هاي يمين بالله والله ما بقدر أساعد. فالله يرضى عليكم طلاب الشاطرين، واحد جاب 87 قديش بده للأي بلس؟ أنا واحدة بقدر أعطيها؟ بقدر، لأنه كمبيوترايزد، امتحاناتكم إلكترونية. هذا نفترض من ناحية أخلاقية إنه بقدر أساعد، بقدر أعطي الطالب ما أعطيش للثانيين، وهذا عمري ما إن شاء الله ما أضطر إن أعملها. كيف بدي أعطي واحد ما أحرم الثانيين؟ فهي كمان شغلة يعني شيلوها من بالكم. اللي بدي أوصله، علامتك بذراعك، ماشي؟ علامتك بتأخذها بذراعك، وقفت معك على علامة لا تلومني، لوم حالك. أنا راح أعمل كل اللي بقدر عليه، أشرح لك كل مادة بكل تفاصيلها، وأي سؤال عندك سألني عشان تكون فاهم المادة، إما بعد هيك بالامتحان ما راح أقدر أساعدك بأي شيء، أنت اللي راح تساعد حالك. في أي سؤال لحتى الآن؟ نبلش بالشابتر Fluid and Electrolytes. راح نحكي أول شيء عن Fluid Volume Deficit. شو عن Deficit؟ نقصان. بني آدم 60% منه مكون من إيش؟ فلويد، سوائل، وأهم سائل اللي هو الووتر، جعلنا من الماء كل شيء حي. فالديفيسيت معناها نقصان كمية الفلويدز الموجودة في الجسم، زي حالات الدهايدريشن أو حالات الهيموريج ممكن تعمل لنا فلويد فوليوم ديفيسيت، أو حتى الاستفراغ والدياريا. السلام. فلويد فوليوم إكسس، شو يعني إكسس؟ زيادة. واحد عنده فشل كلوي، الكلى بتتخلص من اليورين أو من السوائل، فبصير في عنده احتباس بهاي السوائل، هاي بتأدي إلى fluid volume excess. رح نحكي هاي بالنسبة للفلويد imbalances. بالنسبة للإلكترولايتس رح نحكي عن 3 إلكترولايتس اللي هي الصوديوم، بوتاسيوم والكالسيوم. فارتفاع أو انخفاض مستوى الصوديوم في الدم شو اسم هالحالة؟ هايبونتريميا. ارتفاعها شو اسمها؟ هايبرنتريميا. فهايبو معناها نزول في مستوى، بينما هايبر معناها ارتفاع، واخذناها في المقدمة هاي، هذا البريفكس. هذا بما يخص الصوديوم. رح نحكي عن الهايبوكاليميا and هايبركاليميا، انخفاض وارتفاع مستوى البوتاسيوم، والبوتاسيوم مصيبة إذا صار فيه اختلالات، لأنه تأثيره مباشرة على الهارت، بصير بيشنت معاه عدم انتظام نبضات القلب وممكن يوقف قلبه. هايبوكالسيميا and هايبركالسيميا، انخفاض مستوى الكالسيوم وارتفاع مستوى الكالسيوم وين؟ في الدم، كلهم في الدم. إيميا جاي من كلمة هاي، نهاية إيميا جاي من كلمة blood، ماشي؟ يعني لما نحكي هايبو ألبيومينيميا شو يعني ألبيومين؟ ألبيومين البروتين. إيميا وين؟ في الدم، انخفاض الألبيومين في الدم. لما أحكي بروتينيوريا، بروتين وين؟
في اليورين. بروتين يوريا لا، فيه بروتين في اليورين، هو الأصل ما يكونش. فخلينا نتذكر موضوع المقدمة، مادة المقدمة البريفيكسز والسفيكسز عشان نفهم شو الكلمات والمصطلحات اللي قدامنا. هاي الأوبجكتيفز للمحاضرة القادمة إن شاء الله، اللي هي الأسيد بيس إمبالانسز، وهاي فيها كثير فهم وفيها مش حساب حسب رياضية، راح تلاقي في أرقام بدك تعرف تعملها interpretation كيف تفسرها، راح نشرحها إن شاء الله بالتفصيل الممل. نبلش بموضوع الفلويد بالانس والديستربنسز اللي ممكن تصير. بالنسبة للووتر، شو الفانكشنز، شو فائدته للجسم؟ تفضلي. بالضبط، احنا قلنا 60% من الجسم عبارة عن فلويد، وهذا اكثر شيء موجود جوات الخلايا، والنسبة الثانية اكبر نسبة ثلثين السوائل موجودة جوات الخلايا، والنسبة الثانية الاكبر وين موجودة؟ انترافاسكولر. مش يعني انترافاسكولر؟ داخل الاوعية الدموية. فالانتراسيلولر طبعا مهم جدا هاي عشان حياة الخلية، لكن بقدرش اتحكم فيها، بقدر افوت نيدل واسحب السوائل، نيدل جوات الخليه واسحب السوائل منها، ما بقدرش. بينما الخلايا السائل اللي جوات الانترافاسكولر هذا اللي بيهمني، هذا اللي بينقل مين نيوتريينتس، هو اللي بيكون الدم. الدم بيعتمد على مين؟ على الووتر. فهو اللي بينقل نيوتريينتس للاورجانز، وبياخذ منهم الويستس، باخذ منهم الويست برودكتس عشان يوصلها للكيدني او للليفر عشان الجسم يتخلص منها. كمان الووتر شو بيصبغ، شو بيستخدم الجسم؟ ميتابوليك رياكشنز، عمليات الايث. انت لما تطلع عندك تتنفس تاخذ الاو 2، في عندك كمان السي او 2، الجسم بروح بكون الاتش 2 او، بحاول وهذا كلياته بيساعد على موضوع الميتابوليك رياكشنز، وكمان الاسيد بيس بالانس. اللي هو شو يعني اسيد؟ حامض، والبيس قاعده. فهي في عندنا بالجسم الطبيعي حاله بالانس، حاله توازن. الووتر له دور كبير في محافظه على هذا البالانس. كمان انت لما تاكل معادن، مش معادن، شو معنى الكترولايتس؟ ايش املاح، الاملاح شو معادن؟ الاملاح. لما تاكل الاملاح والإلكترولايتس اللي زي الصوديوم والبوتاسيوم، كيف بدها تذوب في الجسم؟ عن طريق الووتر. فهي solvent for electrolytes and non-electrolytes. لما ترتفع حرارة البني آدم صير في عنده فيفر، كيف الجسم ببلش ينزل فيها؟ عن طريق التعرق. تطلع الحرارة، تطلع الووتر على الجلد، فهاي بدها لازم تتبخر. من وين بتاخذ الحرارة عشان تتبخر؟ من جسمك أنت، فهيك بتنزل درجة حرارتك. فهاي دورها كبير في موضوع البادي تمبريتشر ريجوليشن. واحد قاعد بياكل أكل والأكل ناشف كثير غص، أو بياكل رز بدون لبن بدون صلصة أي شيء، كيف بده يمشي الموضوع الأكل؟ شو بده يشرب؟ مي. فهي بتحسن موضوع الدايجستشن. واللي عنده إمساك شو بنضلنا ننصحه؟ يظلوا يكثر سوائل عشان موضوع الإليمينيشن. المي كمان او الفلويد بيستخدمها الجسم عشان تعمل لابريكانت. يعني لابريكانت شو يعني؟ لابريكانت كلمه لابريكانت زي مش زي ترطيب، زي لزوج، بتمنع بتعمل زي لزوجه. وهاي المصطلح طلع لنا في السنه الماضيه، طلعت لقب على طالب خلال هاي المحاضره، قال زي شحمه السيارات، فهسه لقبه شحمه. طبعا المسكين ما صدق على الله، الدفعة تنسى هذا اللقب، هيا انا قاعد بذكركم فيها، فاسألوا عنه بقول لكم هذا كشب. فزي بالضبط، هو كان مثاله كثير يعني دقيق، زي الشحمة اللي بيستخدموها الميكانيكية يحطوها بين المسننات عشان تمشي. ففعلا الووتر ممكن الجسم يستخدمه عشان يكون لابريكانت بين الجوينتس، والجوينتس هي التقاء تو بونز، عشان ما يصير في احتكاك ويتحرك بسهولة، شو بحاجة احنا؟ لابريكانت. بالنسبة للإلكترولايتس، الجسم بيستفيد منها عشان موضوع الووتر بالانس ريجوليشن، عشان أحافظ على كمية الووتر في الجسم.
خصوصا اي واحد فيهم الصوديوم. فالصوديوم وين ما راح بتلحقه المي، والمي وين ما راحت شو بلحقها الصوديوم. فهذولا حبايب. كمان الالكترولايتس بيلعبوا دور كبير في الاسيد بيس بالانس، خصوصا الفوسفورس. ماشي، الفوسفورس فوسفورس انزيم رياكشنز، مغنيسيوم كالسيوم. في بعض الانزيمز ما بتشتغل الا بوجود الكالسيوم او المغنيسيوم، خصوصا المغنيسيوم. نيوروماسكولار اكتيفيتي، اخذت بالفيسيولوجي عن عند النيرف اندينجز شو بدك، لازم يكون في عندنا كمان شو لازم يكون، صح لازم يكون في كالسيوم عشان كمان المصل كونتراكشن، صح بدنا كالسيوم. فهاي كلياتها من فوائد الالكترولايتس. فالفلويد اند الكترولايتس لازم يكونوا في حاله شو، لازم يكونوا حاله بالانس عشان تضلك على قيد الحياه، ما يكون في عندك امراض. وهاي المصطلح شو بنسميه، هوميوستاسيس. شو يعني هوميوستاسيس؟ خالي من الامراض، خالي من العلل، في حاله بالانس. احنا كنيرسز لازم نفهم الفسيولوجي بتاعت فلويد بالانس، ليش الجسم بحاجته، وكمان الاسيد بيس للالكترولايت، وبنعرف وكن نتوقع وعارفين انه هذا البيشنت ات ريسك، واحد مغيب كوماتوزد بيشرب مي، فهو معرض يصير في عنده نقصان في السوائل. فانا بكون متوقع، هاي من الكريتيكال ثينكينج تاعت النيرسز، انه هذا راح يصير في عنده فلويد فوليوم ديفيسيت، نقص في السوائل، عشان احط عين عليه وراقب الساينز والسيمتومز اذا صارت القطه من الاول عشان اعرف اعالجها، ولازم ريسبوند تو بوسيبل امبالانسز. فاحنا كنيرسز شو لازم دورنا، بريفنت دائما. تتذكروا في المقدمه شو قلنا، برايمري بريفنشن، سكندري بريفنشن، والتيرشري بريفنشن. وشو قلنا عن البرايمري بريفنشن، بينطبق عليها الحديث، والله ما عارف هو حديث ولا مقوله بالضبط، درهم وقايه خير من قنطار علاج. احنا دائما نشتغل على البريفنشن، وهي الدول المتقدمه دائما بتشتغل على البريفنشن، لانه لما انت تيجي على العلاج شو بتكون الكوستس عالي. يعني انا مثلا يجيني طالب قاعد بدخن، اجي اعمل له ايدوكيشن، كلفت حالي بشيء؟ ما كلفتش. ممكن احتاج نيكوتين جم، ممكن احتاج النيكوتين باتش اني اخليه يبعد عن الدخان، لكن ما رد علي هذا الطالب. بعدين كبر بعمره ولساته بداخل، صارت معاه جلطه. طبعا هذا مثلا معاه تامين صحه، شو يعني تامين صحه؟ علاجه حساب الحكومه، الحكومه راحت عملت قلب مفتوح، هذا بكلف بالالاف، بكلف الحكومه بالالاف. فالدول الاقتصاديه المتقدمه شو شغلها، وين بتركز على برايمري بريفنشن. وما حدا يحكي لي المستشفيات عملوها عشان صحة الناس. مستشفيات في الأول والأخير شو مالها؟ ربحية، ماني، بيزنس. مستشفى خاص لو ما كان بيربح ما عمل. فعشان هيك ممكن المستشفيات الحكومية لوجه الله نقول يعني إنهم بيعالجوا المرضى. خليني أوقف فون بلاش أتكفكف. المهم، فإحنا كنيرسز لازم نشتغل على البرايمري بريفنشن، واذا صار اي ديستربنسز لازم ايرلي ديتكشن اللي هو سكندري بريفنشن، ونشتغل على التريتمنت. بالنسبه للبادي فلويدز حكينا 60% كنسبه من البيشنتس، الادلت بيشنتس من وزنه هو عباره عن فلويدز، ووتر اند الكترولايتس. هاي النسبه احنا بنحكي كبيرسنتج، كنسبة مش ككمية، كنسبة. شو يعني كمية؟ يعني خلينا نضرب مثال، واحد أدلت وزنه 100 كيلوغرام، أدلت وزنه 100، أضرب 60% من هاي بتطلع عنده 60 لتر من حجمه، من وزنه هو عبارة عن سوائل 60 لتر. بينما طفل مثلا وزنه 30 كيلو، لما تضرب 60% في 30 قديش بيطلع؟ 18 لتر. فهاي اللي باللتر اسمها كمية، لكن هون احنا شو بنحكي؟ كبيرسنتج. انا هون ضربت مثال 60، لكن نفترض انه الطفل هذا 70%
من جسم وسوائل. فسبعين بالمية من ثلاثين يعني تقريبا 21 لتر سوائل. أي أكثر ككمية، 21 ولا 60؟ 60. لكن أنا ما بهتم بالكمية، بهتم بإيش؟ بالبرسنتج. فهاي هي المقصود في هاي النقطة، البرسنتج هاي بتختلف بإيش؟ بالعمر. فالينجر الأطفال أو الصغار في العمر فيهم كم نسبة مش كمية، نسبة مياه أو نسبة فلويد أكثر من الأولدر أدلت. كمان البادي سايز، الأوبيز الناصحين اللي عندهم فات تيشو نسبة السوائل فيهم أقل من مش الثن، خلينا نحكي الأثليت أو النورمال ويت. مثلا الأثليت أو النورمال ماشي، لأنه الأدبوس تيشو والفات مش ما عندهاش قدرة كبيرة إنها تخزن موتر. يعني مثلا واحد يكون مثلا ما شاء الله صحته كويسة وبروح الجيم وفي عنده مصل ماس، كمية عضلات كويسة، بينما واحد في نفس الوزن. يعني خلينا نيجي واحد اثنين عمارهم 20 سنة، اثنين، واحد أثليت وزنه 60 كيلوغرام والثاني مش أثليت ونفس الاشي وزنه 60 كيلوغرام، نفس الوزن لكن هذا بروح على الجيم وفي عنده مصل ماس، في عنده كمية عضلات. هذا الستين من وين جاية؟ من الفات، معظمها عليه فات تيشو. مين في عنده بيرسنتج ووتر؟ الأثليت ماشي، لأن العضلات هاي شايفين هاي النقطة أكثر تيشو ممكن يخزن سوائل، فهذا مخزن سوائل كثير عشان هيك وزنه وصل الستين. بينما هذا أبو الفات وزنه من وين جاي؟ مش من المي، جاي من الفات تيشو نفسه. مين خلينا نكمل، والجندر المن لأنه عندهم نسبة عضلات أكثر فعندهم نسبة سوائل أكثر. التيشو اللي فيه أقل كمية مياه أو أقل نسبة مياه مين هو؟ سكيلتون العظم. سبحان الله، لو كان في مية شو بصير؟ أي ضربة بصير في عندك فراكتشر. وأكثر سلام، وأكثر تيشو فيه مي إيش هما؟ مسلز والسكين بالإضافة للبلد والسيلز. راح نأخذ أكثر كميات سوائل من هاي النسبة وين موجودة؟ intracellular. أنا كبني آدم قديش لازم أخذ أو أشرب سوائل في اليوم؟ وأفضل سائل شو هو؟ مي. تمام، مي. فقديش لازم؟ من 1500 ل2500. إذا ما عندك أي أمراض خذ 2500، ما عندك أي أمراض. المي مهم جدا لكل الأعضاء، خصوصا موضوع الكيدنيز والقلب. كيدنيز بدها تشتغل، شو اللي بيشغلها؟ انه يجيها سوائل، يجيها بلد. اذا ما يجيها بلد، ما يجيها سوائل، بتتوقف عن الشغل. العضو الذي لا يستخدم يضمر. غير هيك تخيلوا عندك اليورينري سيستم وكليات بول، كيف ما بصير في عندنا انفكشن؟ لانه في دائما بصير في عندي مي بفلتر الكيدنيز، بتحول لبول وبشطف كل اليورينري تراكت. بينما اللي 1500 هذا بالغالب بيكون عنده أمراض، بنقول له تشربش اللي 1500، أو بعض المرات حتى ممكن ننزلها لألف، لا تشرب أكثر من 1000، زي مثلا مرضى الفشل الكلوي، هذولا من نقلل من كمية السوائل بياخذوا. إحنا كصحيين ناصحين ما عندهمش أي أمراض أو أي مشاكل أو أي موانع، خليك على هاي البيرسنت، على هاي الكمية 2500، يعني لترين ونص من الماء. وإن البادي فلويد موجودة في مكانين أو two areas. المعظم ثلثين هاي السوائل وين موجودة؟ intracellular. شو يعني intracellular؟ جوات الخلايا، خصوصا أي خلايا؟ المصل، خلايا المصل. الثلث المتبقي طبعا هذا قلنا ما بنقدرش نتحكم فيه، هاي جوات الخلايا، لكن مهم جدا عشان حياة الخلية. الثلث اللي بنقدر احنا نتحكم فيه واللي هو اصلا اختلالاته بعمل مشاكل كثيره
هو الاكسترا سيلولار فلويد. الاكسترا سيلولار فلويد خارج الخلايا هذا يا بيكون موجود في الانترافاسكولار. شو يعني انترافاسكولار؟ داخل الاوعيه الدمويه الارتريز الفينز والكابيلاريز. وهذا اكثر كميه من الاكسترافاسكولار وين موجوده؟ بالانترافاسكولار. وصلت ولا مش بلشنا نخربط؟ قلنا الاكسترا سيلولار، الاكسترا سيلولار هو ثلث 60%. يعني قلنا مثلا مريض، هذا مثال، مريض وزنه 100 كيلوغرام، قديش من جسمه سوائل؟ 60 لتر. ثلثين 60 قديش؟ 40 لتر. هذول وين موجودات؟ انترا سيلولار. ال 20 لتر هذول عباره عن اكسترا سيلولار موزعات ما بين انترافاسكولار، انتراستيشيال وانترا سيلولار. انترافاسكولار هاي كميه السوائل الموجوده قلنا جوات البلد فيسلز ارتريز فينز كابيلاريز. انتراستيشيال هاي المحيطه وين؟ في الخلايا. جوات مين؟ بالضبط جوات الانسجه. يعني العضلات مكونة من نسيج ومن خلايا، جوات الخلايا اسمها انتراسيلولار، ما بين الخلايا جوات النسيج شو اسمها؟ انتراستيشيا. اللونز فيها خلايا، المي اللي جوات الخلايا اسمها انتراسيلولار. لكن كالتشو لما يتعبى سوائل زي في حالات بولمونري ايديما اللي هي احتباس سوائل داخل اللونز، هذا شو بنسميه؟ انتراستيشيا. بينما الترانسيلولر، ترانسيلولر لما يكون في كافيتيز، في فجوات عندنا في الجسم. شو يعني فجوة؟ سبيس. مثلا الجوينت، هذا الجوينت عبارة عن سبيس. فالساينوفيال فلويد هو الفلويد الموجود جوات الجوينت عشان موضوع اللابريكانس اللي قبل شوي حكيناه. معظم الترانسيلولرز شغلهم زي اللابريكانس، معظمهم مش كلهم. في عندنا سي اس اف مثلا سيربروسباينال فلويد، هذا موجود وين؟ حوالين البرين وحوالين السباينال كورد، وشغله ويست انه يودي النيوترينتس وياخذ الويست برودكتس. بيريكارديال فلويدز، شو يعني بيريكارديال فلويدز؟ القلب موجود جوات ساك، جوات كيس اسمه بيريكارديوم. ماشي؟ طبعا هاي القلب بكون محيط فيه غشاء خارجي لانه هاي كافيتي، هاي عباره عن كافيتي او سبيس، وفي مبطن للساك البيريكارديوم غشاء داخلي. طب هذا اللي المحيط في العضو نفسه بسموه دائما فيسرال، يعني محيط في العضو، فيسرا من عضو. ودائما مبطن للكافيتي اسمه بارايتال، ورح نجيها اكثر في لما نحكي عن موضوع الريسبيراتوري ديسوردرز. المهم في عندنا هون البيريكارديال سبيس، السبيس الموجود حوالين القلب، هنا بكون في عندي شوية سوائل فلويد. هاي الفلويد شو نوعها؟ ترانسيلولار. شو الهدف منها؟ القلب قاعد بصير له ريلاكسيشن وكونتراكشن. لما يصير له ريلاكسيشن بيكبر حجمه، فممكن يحتك بالساك اللي حواليه. إذا ما كان في سوائل راح يصير في عند البيشنت شو؟ راح يحس ببين، راح يحس بوجع، وراح نسمعه نسميها فريكشن رب. هذا الصوت اللي اخذ فيزيكال اكزامينيشن على الصيفي بتذكر انه اسمه فريكشن روب. كمان نفس الموضوع بصير في البلورال فلويدز. اللانجز نفس الاشي، هاي اللانجز نفترض انه هاي اللانجز لانه انا تعرفوا لعبة الرسم، نفترض انه هاي على هيك يعني اساسي نزبطت. المهم نفترض انه هاي اللانجز، ففي هي جوات سبيس، وقلنا في عندي غشائين فيسيرال وبرايتال، وهذا السبيس شو اسمه؟ بلورال سبيس، اسمه بلورال سبيس. واللونجز نفس الاشي، بصير لها اكسبانشن وبصير لها كونتراكشن عشان اعمل انسبيريشن واكسليشن او اكسبيريشن. فلما تتوسع عشان لما تحتك في الجدران تاعت البلورال سبيس وما صير في عنده الفريكشن رب والبين، شو لازم يكون فيه؟ في لابريكانت. فبكون في كميه سوائل، وهي السوائل شو بنعتبرها؟ ترانسيلولار.
أمثلة ثانية على transcellular fluids اللي هي intraocular السوائل بتكون موجودة جوات العين أو digestive secretions العصارة الهضمية. ها كلياتها أمثلة على transcellular fluids. هذا مثال ثاني. قلنا ثلثين السوائل وين موجودة؟ intracellular. الإكستراسيلولر الثلث المتبقي، أكثر كمية موجودة بالإكستراسيلولر، سوري أنا قلت الإنترافاسكولر هي بالإنترستيشيال، وبعدين بصير في عندنا بالبلازما اللي هي الإنترافاسكولر، وآخر شيء الترانسيلولر. ما توقعش إنه حدا يتأخر بعديكم. مرة ثانية بعد 8:15 لا تحرجوني ولا تحرجوا حكو. شفت الباب مسكر 8:15 وهو راح يتسكر على 8:15 تفتحوهوش، لا حداش يفتح عشان ما يحرج حاله، لا يدخلش. اللي بتغلب في المواصلات في شعب ثانية، الله يرضى عليكم، شعب ثانية موجودة، انقلوا هسه في فترة سحب الإضافة بلاش تنحرموا بسبب الغياب. عشان بدي أعرف من وين أنا بقدر أتحصل على السوائل، أو كيف بقدر، أو كيف الجسم بيخسرها، أو كيف بتخلص منها، كيف البني آدم بقدر يحصل على السوائل عن أي طرق؟ أول طريقة الشرب الأورال اللي هي الانتيك دياتري انتيك، لما تشرب عصير مية الموجود في الأكل، ولا أنت رايح منصف، ولا هي اللبنة والجميد، هاي كلياتها تعتبر من دياتري انتيك أوف فلويدز. طريقة ثانية قال نتوقع إيش حدا يجي بعديهم. أول مرة وآخر مرة، ها 8:15 بس، مرة جاي تطبش على الباب. هاي قلنا أول إيش عن طريق الأورال. الطريقة الثانية عن طريق إنترال. في عندي مصطلحين إنترال بارنترال. شو الفرق من بينهم؟ إنترال أنت قاعد بتستخدم روت دايركت على الستومك او الديودينوم زي الانجي تيوب، هاي ايش اسمها؟ انترال روت. بارنترال زي ما اخذناها اللي لازم استخدم نيدل. واذا بتتذكروا في الميديكيشن، محاضرة الميديكيشن تاعت الفندمنتلز، اكثر روت ممكن تقدر تعطي فيه فلويدز ايش هو؟ اي في. هو اكثر روت ممكن تعطي فيه حجم سوائل كبير الاي في. فلما نحكي بارنترال فلويدز بقصد فيها الاي في. مستحيل تقدر تعطي صب كيو مثلا 100 ملي، ما بتحملش، ولا بتحمل بجوز، ولا بتحمل 10 ملي. فلما انا احكي كروت بارنترال انا بقصد فيه مين؟ الاي في. فهي الروتس اوف جين، كيف ممكن البني ادم يتحصل على ووتر. طيب كيف بتخلص من السوائل؟ النسبة الاكبر عن طريق كيدنيز. خلينا ناخذ هاي القاعده، او خلينا اول شيء نقول شو هن المصادر بعدين بنرجع للكيدني. في عندك انت بتخسر ممكن عن طريق الكيدني، اللي هو لما الكيدني تفلتر البلازما وتفلتر البلود اللي بيجيها، تتخلص من المعادن الزايده ومن السوائل الزايده، وكلياته بتطرح وين؟ في اليورين، بتشكل اليورين وبطلع من الجسم. فهي اكبر كميه سوائل بتخلص منها عن طريق مين؟ الكيدني. في عندي هاي اكبر نسبه، اكبر كميه. في عندي طرق ثانيه زي السكين لوس اللي هو عن طريق التعرق، والتعرق يا بيكون انت حاس فيه زي مثلا واحد عليه حراره ومبين انه متعرق وانا حاس انه والله متعرق، او لعبت رياضه ودرجه حراره ارتفعت طبعا فلازم اتعرق عشان انزلها، فهذا شو بيكون اسمه؟ سنسبل. بينما الانسنسبل بيكون في عندك تعرق لكن انت مش حاس فيه، وهي الحاله طبيعيه، بتروح اخر بتروح على البيت تقول والله لازم اتحمم، انا في عندي ريحه عرق. ليش؟ لانك مش حاس فيها. هاي ايش الطبيعي بنسميه انسنسبل لوس. عن طريق هاي الطريقه الجسم ممكن يخسر 500 ml. كمان اللونجز، انت وانت تتنفس في البرد في الشتاء روح على شباك بارد وانفخ عليه، شو بصير فيه؟ بيطلع عندك بكون في عند زي البخار، هذا طالع من وين؟ من اللنز H2O. وكمان ممكن عن طريق الجي اي تراكت، طبعا هاي نسبه تقريبا 300 ml، عن طريق الجي اي تراكت اللي هو في الاستول
من 100 إلى 200 ml per day. نرجع لموضوع الكيدنيز. قديش ممكن إحنا تطلع يورين يوميا؟ من لتر للترين. قديش بدي أعرف إنه هذا طبيعي؟ لتر للترين دبل، يعني في اختلاف كبير ما بين لتر للترين. كيف بدي أعرف إنه كمية اليورين اللي بالجسم بيطلعها طبيعي ولا لا؟ نستخدم هاي القاعدة. أنا لازم الجسم يطلع 1 ملي بير كي جي بير أور. فواحد وزنه 70 كيلو جرام، واحد ضرب 70 ضرب قديش لازم يطلع في اليوم؟ اليوم كم ساعة فيه؟ 24. فواحد ميل ضرب 70 هاي 70 ضرب 24 هاي 1800 ميل اوف يورين لازم يطلعها يوميا. لا غلط الحسبة، 1680 اتوقع هيك الحسبة 1680. يعني المهم هذا مثال، عرفنا كيف لازم نحسبها، كيف قديش لازم البيشنس تطلع 1680. مستحيل طبعا انه كمية السوائل اللي بتاخذها، انا والله شربت لترين يطلع من لترين سوائل عن طريق يورين، مستحيل، لانه شو في عندي طرق اخرى انت بتخسر فيها سوائل. كمان في عندنا قاعدة انه كل لتر من السوائل، والسوائل اكثر شيء مقصود فيها الووتر، 1 لتر اوف ووتر قديش وزنه؟ كيلو. فانا بتوقع اذا اعطيت للبيشنت 1 لتر اوف نورمال سالين او النورمال سلايم لهجتنا، لتر قديش لازم نزيد وزن البيشنت؟ 1 كيلو جرام. اي اختلافات في وزن البيشنتس، يعني البيشنتس كان امبارح وزنه 70 كيلوغرام، اجيت عليه نهاية الاسبوع ولو هو وزنه 75 كيلوغرام، شو معناها هذا البيشنتس؟ صار في عنده احتباس سوائل، في الغالب بتكون عنده مشاكل في الكيدنيز، ماشي؟ فدائما البادي ويت تشينجز لها علاقة بمين؟ بالفلويد بالانس. عشان هيك المريض اللي اذا بتعرفوا اي مريض بيغسل كلى بيهتموا كثير في موضوع الوزن. ففي عندهم وزن بسموه دراي ويت، دراي ويت اول ما يصحى من النوم هذا المريض العادي بوزن حاله، طبعا بعد ما يروح الحمام بكون لابس اقل شيء، قبل ما يفطر قبل ما يشرب قهوته بكون لابس اخف شيء ورايح الحمام يفضل مثاني بروح بوزن حاله. نفس الشيء مرضى اللي بيغسلوا الكلى قبل ما تصير معاه مشكلة الفشل الكلوي بنقول له قديش كان عندك الدراي ويت لما كنت تصحى؟ بقول لك والله أنا كان عندي 70. هسا قديش وزنك؟ ولو بقول أنا هسا وزني 74. معناته لما أشبكه على جهاز غسيل الكلى هذا بياخذ منه السوائل الزيادة والأملاح، قديش بدي أحط قديش يطلع منه سوائل؟ 4 لتر، ماشي؟ فهذا أي اختلافات بالويت بتدل أنه صار في عنده اختلاف بالفلويد بالانس، يا بزيادة يا بالنقصان. فالفلويد بالانس شو تعريفه؟ هو قديش أنت بتاخذ وقديش أنت بتطلع، الانتيك، الفرق ما بين الانتيك والاوتبوت. فإذا أنت أخذت 2000 سي سي 2000 ام ال اوف ووتر وطلعت 2000 سي سي اوف ووتر، طبعا كل الروتس كل الروتس، أنا لما أشمل كل الروتس معناته أنا بحالة بالانس، بحالة توازن. بينما أنا أخذت 2000 والجسم طلع 3000، 2000 ناقص 3000 ناقص، معناته شو بنسمي هذا؟ نيجاتيف بالانس. وين راح القلم؟ شو اسمه؟ نيجاتيف بالانس. شو معناها؟ لما تطلع، لما جسمك يطلع سوائل أكثر من اللي بتاخده، نيجاتيف بالانس. البوزيتيف بالانس العكس، لا بأخذ وما بيطلع، بحبسه. فالبوزيتيف شو تأثيره على الوزن؟ بوزيتيف بالانس شو تأثيره على الوزن؟ زيادة وزن. بينما النيجاتيف بالانس شو تأثيره على الوزن؟ يكون ناقص. لما يكون عند البيشنت موضوع الفلويد امبالانسز
ضروري جدا نسجل كل مكان بياخذ منه سوائل وكل مكان بيطلع منه سوائل. والله انا شربت كاسة عصير بروح بسجل على في عندي ورقة في الملف او في الكمبيوتر اسمها الانتيك اند اوت بوت ايز اند اوز اختصارها اي اند او ايز اند اوز انتيكس اند اوت بوت. بروح على هاي الصفحة بقول على الساعة 9 شرب فنجان قهوة، فنجان قهوة نفترض فيه 100 مل، بروح بكتب انه 100 مل يقول كافي او ووتر او اي شيء. الساعة مثلا 10 شرب كاسة مي، كاسة المي 200 سي سي، بحط 200 سي سي ووتر. في الاخر الشفت او في اخر اليوم حسب شو البوليسي تاعت المستشفى بحسب البالانس تاعت البيشنت. فالمقصود فيها، المقصود في هاي النقطة لازم اسجل كل الاماكن اللي بصير في عنده جين او لوس عشان نعرف كيف العلاج، هل انا لازم امنع عنه سوائل ولا اعطيه سوائل. وعرفنا من وين البيشنت ممكن يطلع الكيدني سكن لانز جياتراك. تاخذوا بريك دقيقتين، راح نخلص بكير اليوم ان شاء الله. بريك دقيقتين. Regulation of fluids and electrolytes. تأثيرات اللي بتصير على the fluid balance على the organs. وشو كمان دور the organs في the fluid balance. لما نيجي نحكي على الكدني، كيف الكدني بتأثر؟ بتأثر على the extracellular fluid volume، هاي ECF extracellular fluid. والأوزمولاليتي، شو يعني أوزمولاليتي؟ يا سلام، هذا نفسه. أنتوا شابت مبارح قارين عن شيخ واحد. شو يعني أسموزية؟ أي جه اختيار قال لك شو يعني أسموزية؟ إيش هي؟ تركيز مين؟ إلكترولايت جوات الماء. ماشي؟ أو مش جوات الماء، جوات الدم. ما أنا بنحكي أوزمولاليتي جوات بهاي البوينت، جوات الجسم، جوات الدم. أوزمولاريتي قديش في تركيز المعادن، شو معادن ما نمركز الأملاح. فكدني لما أنت تحبس السوائل، لما هي تحبس السوائل شو بصير بتركيز الأملاح؟ بقل تركيز، بقل. أنا عندي خلنا هاي كاسة الشاي، نفترض إنه هاي كاسة شاي حاط عليها معلقتين سكر وكان طعمها عال العال، رحت كملت عليها عبيتها كلها مي، شو بصير بطعم السكر؟ بيختفي، بتقل حلاوته. فأنا هذا المثال لما أنا أعمل ريتينشن للووتر شو راح يصير بالأوزمولاليتي بتركيز الأملاح؟ راح يقل. نفس الإشي هاي كاسة أو كاسة الشاي كان سكرها عالي العال بالنسبة لي مناسب، حطيتها على الغاز خليتها تتبخر نصها، شو راح يصير بطعم السكر؟ هتلاقي طعمها حلو كثير، كنافة، طعم الكنافة كثير حلو. ليش؟ لأنه زاد التركيز. فهاي المعادلة، أنا لما الكدني تعمل ريتينشن للووتر شو بصير بالأوزمولاليتي؟ بتقل. بينما لما تلاقيها شغال كثير معطيه مثلا ديوريتكس مدير بول، شو بصير بالتركيز التركيز الأملاح؟ مش بس على الووتر، وكمان بتشتغل على الالكترولايتس، على الالكترولايتس. الله يبسطك على الالكترولايتس. وين الالكترولايتس؟ انا لما اسحب عينة الدم مستوى الصوديوم انتراسيلولر اكستراسيلولر انترستيشيال شو نوع بكون؟ انا لما اعرف نسبة الصوديوم، لما اقول والله هذا الصوديوم تاع البني ادم 145 بقصد فيه انتراسيلولر انترافاسكولر انترستيشيال ولا ترانسليولر؟ انترافاسكولر. النيدل وين حطيتها؟ جوات الفيسل، جوات الفين، جوات خلية. فاتت جوات خلية؟ لا، انا اخذتها من الانترافاسكولر. فالانترافاسكولر هو نوع من انواع الاكستراسليولر، صح؟ فالريجوليشن اوف نورمال الكترولايتس ليفلز بالاكستراسليولر فلويد
عن طريق الالكترولايت ريتينشن اند اكسكريشن. مثال عليها الكدني لما تطلع الالدوستيرون، هرمون الالدوستيرون، الالدوستيرون شو بروح بيعمل؟ ريتينشن، بروح بيحبس او بيقول للكدني لا تطلعي صوديوم، خليه احتفظي فيه. فهذا شو عمل بمستوى الصوديوم؟ رفعه، راح يرتفع مستوى الصوديوم بجوات البلود فيسلز او الاكسترا سيلولار فلويد. بنفس الوقت الالدوستيرون بيحبس الصوديوم وبيطلع مين؟ بقول لها انا اخذت الصوديوم بس هذا البوتاسيوم شو بدي؟ طلعي لي اياه، بديش اياه. فراح يرفع مستوى الصوديوم وينزل مستوى هذا اذا طلع الالدوستيرون، والعكس صحيح اذا ما طلع راح الكدني تطلع الصوديوم وتحتفظ بمين؟ عرفنا كيف الكدني بتشتغل على الالكترولايتس، هذا مثال عليها. كمان البي اتش، البي اتش هو فحص بيعطيني صورة عن حموضة الدم في الجسم كامل. رح ناخذ المحاضرة الجاية اللي هو الاسيد بيس امبالانسز، انه حموضة الجسم او قاعدية الدم في الجسم ما هي بحالة بالانس. في عندي تو مين اورجانز تتحكم فيه، كيدنيز واحد واثنين لانز. فالحفاظ على الاسيد بيس بالانس اهم تو اورجانز مين هما؟ كيدنيز واللانز. كيدني شغلها اقوى، كيدني شغلها اقوى لكن بتاخر بطيء، من الشغل سريع لانز لكن شغلها مش قوي كثير. راح نيجي ان شاء الله بالمحاضره الجايه نحكي عنها اكثر، لكن نعرفوا انه من كمان من خصائص او من وظائف الكيدني انها بتعمل، انها بتلعب دور في الريجوليشن اوف بي اتش عن طريق يا بتحبس ايونات الهيدروجين. اذا حبست ايونات الهيدروجين، الهيدروجين شو ماله؟ اسيد. فاذا حبست الهيدروجين ما طلعته في اليورين شو راح يصير بحموضة الجسم؟ راح تزيد. طيب فهي بتشتغل هاي الشغل، يا بتلعب على الهيدروجين، موضوع الهيدروجين تحبسه، يا بتروح بتحول الهيدروجين لإشي اسمه HCO3 او البايكربونات. بايكربونات مادة الكالاي، مادة قاعدية. فإذا حبست الهيدروجين لحاله راح تزيد حموضة الجسم. إذا استخدمت الهيدروجين وعملت منه HCO3 استهلكت الهيدروجين وطلعت مادة قاعدية، شو راح تعمل؟ تزيد قاعدية الدم. كمان من وظائف الكيدنيز إنها بتطلع الميتابوليك ويستس والإند برودكتس تاعت الميتابوليزم أو التوكسيك سبستانسز. يعني أنت الكرياتينين والأمونيا والبلود يوريا نيتروجين وين تطلع؟ وين بصير فلترة؟ في الكيدني، لأن كلها مواد سامة. غير هيك الأدوية، في كثير أدوية الجسم بياخذ اللي بحاجته، اللي ما بده إياها من وين بتخلص منها؟ من الكيدني. acute changes في البادي ويت، شو قلنا؟ هاي بتدل يا إنه البيشن صار في عنده loss or gain. ولازم طوالي نرجع لموضوع الكيدني إذا صار في عنده زيادة أو نقصان. موضوع الهارت and blood vessels، واحد عنده صار معاه جلطة والجلطة تأخرنا بعلاجها، للأسف وصل المستشفى كان جزء significant، جزء يعني مش بطال من القلب صار فيه necrosis. necrosis يعني صار فيه موت، خلايا القلب ما بتتجدد، ماتت ما جسم بيجددهاش. فهذا الجزء المهم خصوصا إذا كان من left ventricle، إذا ماتت ما تجددت شو راح يأثر على البومبينج أكشن تاعت الليفت فنتركل؟ مين بضخ الدم لكل الجسم؟ الليفت فنتركل، هو اللي بيطلع منه الأورطة. فإذا ما ضخ دم كافي فبالتالي ما شو صار راح يصير بالبيرفيوجن للأورغانز؟ راح يقل، وإحنا بنحكي عن كيدني، راح يقل عليها البيرفيوجن فبالتالي راح يقل استخدامها. وقلنا العضو الذي لا يستخدم شو راح يصير فيه؟ ضمور. فالهارت فيلير طبعا قلة او الهارت اذا ما عمل بامبينج كويس، هذا مرض اسمه هارت فيلير، فشل في عضلة القلب او هبوط في عضلة القلب. شو بيؤدي الى رينال فيلير؟ فشل في الكلى. في المقابل واحد صار معاه حادث سير وتهتكت عنده الكلى، صار في عنده فشل كلوي،
والمريض ما التزم بنصائح الدكتور، كل 3 أيام لازم تعمل غسيل كلى، صار في عنده زيادة سوائل في الجسم. القلب في لما يجي يضخ دم بده يتغلب على المقاومة الموجودة في الأورطة، هذا بنسميها peripheral vascular resistance. كيف بده يتغلب عليها؟ انه ينقبض اكثر، بصير عليه جهد. بالاول بكون شغال صح، مع الوقت شو راح يصير؟ راح يتعب وتخرب العضلة تاعت القلب ويصير معاه heart failure. فالheart failure بيؤدي الى renal failure، والrenal failure شو بتؤدي؟ فهي bi-directional relationship، ماشي؟ bi-directional، كل واحد بيؤدي الى الثاني. كمان lung functions، واحد صار معاه شو مسميها panic attack، panic attack نوبة هلع، شو بتلاقي نفسه بزيد، هذا بنسميها hyperapnea. hyper زيادة، apnea إذا بتتذكروا إلى دخل في تنفس زي تكبني، فهذا لما يتنفس أكثر شو طلع كمان؟ بخار أكثر. غير هيك لما يتنفس أكثر شو قاعد بيطلع كمان؟ غير شو أنت لما تتنفس لما تعمل expiration شو قاعد بيطلع؟ CO2 هذا دور مهم. CO طبعا جسم بيستفيد منه عشان موضوع الأسيد بيس بالانس. فإذا أنت تخلصت منه، هو مادة حمضية، إذا تخلصت من الحمض عن طريق اللنجز شو راح الجسم يصير فيه عنده؟ قاعد تزيد القاعدية الدم. فهي أول شيء قلنا بزيد من كمية السوائل اللي الجسم بيخسرها عن طريق التنفس إذا صار معاه هايبريبنيا، وكمان بيأثر موضوع الأسيد بيس إمبالانسز لأنه قاعد تخسر السي أو. بالنسبة للبارثايرويد فانكشن، أخذتوها بالفسيولوجي وراح تأخذوها بالباث وأمراض البارثايرويد. بارثايرويد الغدة اللي هي الجارة للدرقية تطلع هرمون مهم جدا اسمه باراثايرويد هرمون، باراثايرويد هرمون او البي تي اتش. هذا شو شغله؟ على الكالسيوم في الدم، شغله على الكالسيوم في الدم. شو بيعمل فيه؟ بيرفع من مستواه، بيزيد من مستوى الكالسيوم في الدم عن طريق يا انه بيزيد من امتصاصه في الانتستنس. فبالتالي انت لما يزيد انت لما الانتستنس نحكي امتصاص، هذا وين راح يدخل؟ على البلود فيسلز، على الفينز، على الهيباتيك فين، ويرجع للجسم كامل. فهاي اول شغله له، بزيد الابسوربشن من الانتستنس. وين القلم؟ بزيد الابسوربشن من الانتستنس، او في شيء بنسميه بزيد الري ابسوربشن من الكيدنيز. يعني لما يوصل الدم على الكيدني وعشان تعملها فلتره، اذا طلعنا الباراثايرويد، الباراثايرويد شو بقول لك؟ كدني لو سمحتي هذا الكالسيوم لا تطلعيهوش في اليورين، رجعي لي اياه للدم. فبعمل ري ابسوربشن من الكدني، فبالتالي راح يرتفع مستواه في الدم. والطريقه الثالثه البون ري ابسوربشن، بطلع الكالسيوم من مخازنه. وين مخازن الكالسيوم؟ في العظم. انا اذا الجسم او الدم نقص مستوى الكالسيوم، بيطلع الباراثايرويد بقول للعظم طلع لي من مخازنك، بدي اوفر لمين؟ للدم. فالباراثايرويد بيطلع من العظم اكثر شيء، بيطلع من العظم، بزيد امتصاصه من الانتستنس، وكمان بمنع الكدني انها تتخلص منه في اليورين. هذا الباراثايرويد بيشتغل لحاله. هذا شوف له شيء معاكس له، الثايرويد هرمون موجود هون ولا لا؟ مش حاطين هرمون بيطلع من الثايرويد جلاند، من الغده الدرقيه نفسها، اسمه كالسيتونين. عكس البي تي اتش بالضبط، عكس الباراثايرويد هرمون بالضبط. كيف يعني عكسه؟ هذا اذا زاد مستوى الكالسيوم في الدم بروح بمسكه بقول للعظم، خذي خزني. كمان بقول للانتستنس تمتصيش كالسيوم، شربت رايب، شربت شنينة، بقول لها الانتستنز أنا في عندي كالسيوم، طلعي كلياته بالستول. كمان لما يروح الدم على الكيدنيز بقول لها كيدني لو سمحتي لا تعيديش امتصاص الكالسيوم، فطلعيه. فالكالسيتونين ماشي اسمه كالسيتونين، لكن شو شغله على مستوى الكالسيوم في الدم؟ بنزله.
باراثايرويد شو شغله على الكالسيوم في الدم؟ بزيد. طبعا اعرفوا شغله، الكالسيوم والفوسفات عكس بعض، فاذا ارتفع الفوسفات شو الكالسيوم راح يصير فيه؟ راح ينزل. واذا نزل الفوسفات الكالسيوم شو راح يصير فيه؟ راح يرتفع. كمان لا تنسوش موضوع الفيتامين دي، فيتامين دي مهم جدا لامتصاص الكالسيوم. الادرينال فانكشن، الغده الكظريه والهرمونات اللي بيطلع منها، خصوصا الالدوستيرون. الالدوستيرون شغله على الصوديوم، وقلنا بالبدايه المحاضره الصوديوم بيلحقه ووتر، فاذا الكدني او الغده الكظريه طلعت الالدوستيرون راح تحتبس الصوديوم ويرجع معاها الووتر، فبصير الفلويد بالانس شو ماله؟ بزيد بوزيتيف. بينما طبعا بنفس الوقت الدستيرون باخذ الصوديوم باخذ الووتر بيطلع مين قلنا؟ طلع البوتاسيوم. ما في عندي الدستيرون الجسم راح يطلع الصوديوم والووتر تلحقه، لكن البوتاسيوم شو راح يظل؟ محتبس في الجسم. الكورتيزون تقريبا نفس الاشي، عشان هيك الناس اللي بياخذوا الكورتيزون شو بتلاقيهم؟ نفخين، لانه في عندهم سوائل كثيره احتبست من الكلى. فالكورتيزون كان بروديوس صوديوم اند فلويد ريتينشن. بيتيوتري فانكشنز، الهايبوثالاموس هي اللي بتطلع الاي دي اتش اللي هو انتي دايوريتيك هرمون. شو يعني انتي؟ مضاد. ديوريتيك من ديوريسس، من تبول، من ادرار التبول، ماشي؟ مانع تبول. هذا وين شغله؟ على الكدني، لكن على الصوديوم ولا على الووتر؟ على الووتر. شو الفرق ما بين الالدستيرون والاي دي اتش؟ الاي دي اتش شغله على الووتر، بيعمل احتباس الووتر والصوديوم بيلحقها، لكن الالدستيرون شو بيروح بيعمل؟ احتباس الصوديوم والووتر بيلحقه. طبعا هذا شغله كمان بيحافظ على الاوزموتيك بريشر. وفي عندنا اذر ميكانيزمز اللي هي الرينين انجيوتنسين الدستيرون ميكانيزم. الرينين متى بيطلع؟ لما يقل البيرفيوجن على الكدني، يعني واحد عنده هارت فيلير قلنا وما صار يضخ دم كويس وقل البيرفيوجن على الكدني بيطلع الرينين. الرينين بحفز فراز الانجيوتنسين او انجيوتنسينوجين. انجيوتنسينوجين بتحول انجيوتنسين 1 اللي بتحول انجيوتنسين 2، بالاخر بيطلع عندي الالدستيرون. انتي ديوريتيك هرمون حكينا عنه. الثيرست، والثيرست شو ماله؟ ريفلكس، هو عبارة عن رد فعل لنقص السوائل. لما تكون صايم شو بيكون؟ ريقك محطب منشف، ماشي؟ فهو ريفلكس. وعندنا كمان اشي بنسميه بارو ريسبتورز. مصطلح بارو شو يعني؟ بريشر. هذول حساسات سنسورز موجودين في الاورتيك ارتش في الاورطه، بالاضافه على الكاروتيد بايفركيشن المين كاروتيد ارتري لما يتفرع لانترنال واكسترنال موجوده هناك هاي الحساسات نسميها بارو ريسبتورز. هذول حساسات لمين؟ للتغيرات اللي بتصير بضغط الدم. خلينا نتذكر هاي القاعدة أخذناها في الفاندمنتلز، إنه الكارديك أوتبوت سي أو يعني كارديك أوتبوت بتساوي هارت ريت. شو يعني هارت ريت؟ عدد النبضات في الدقيقة ضرب مين؟ الستروك فوليوم. شو يعني الستروك فوليوم؟ كمية الدم اللي بتطلع من القلب أو اللي بضخها القلب في نبضة واحدة. فلما أنا أضرب كمية الدم بتطلع في نبضة واحدة في عدد النبضات في الدقيقة، شو معناها؟ بيطلع عند الكارديك اوتبوت. شو معناها؟ كمية الدم اللي بضخه القلب في دقيقة واحدة، ماشي؟ هاي هي المعادلة، بتحفظوها زي اسماء. واحد كان قاعد قام مرة واحدة مع الجاذبية سوالي بتنزل لتحت، فهذا الهارت الدورة الدموية زي ما بنعرف انه انا في عندي الانفيرور فينا كافا والسوبيرور فينا كافا، بصبه في الرايت اتريوم، بعدين للرايت فنتريكل، بعدين بودي لمين؟ لللانجز.
واللانجز بتروح بترجع على الليفت اتريوم بعدين منزل للليفت فينتريكل بروح بضخه لمين الأورطة اللي بوديه لكل الجسم هاي دورة دموية الصغرى والكبرى أنا لما أوقف مرة واحدة قلنا الجاذبية شو راح تعمل تنزل السوائل لتحت فراح يقل كمية الدم اللي راجع للقلب نسميه فينس ريتين أو بلاد ريتين للهارت فبالتالي راح يقل إيش نسميه بريلود شو يعني بريلود كمية الدم الموجودة في القلب عشان يضخها هاي البريلود هاي معناها إذا قل البريلود معناته ضخ كمية الدم اللي راح يضخ القلب شو ماله قليلة مين اللي نزل The stroke volume طيب أنا بالأول والأخير أنا في عندي cardiac output لازم أحققه شو بدي أعمل أول شيء مين اللي بحسس أول ما تقل stroke volume أو قل الباراريسبتورز باراريسبتورز لما تعرف إنه والله نزل blood pressure بسبب قلة stroke volume بتقول لل sympathetic nervous system أنا بدي إشي يزيد شغل الهارت فالسمبثيتك نيرفس سيستم بيطلع الكاتيكولامينز الادرينالين والنور ادرينالين بتروح بتزيد الهارت ريت عشان هيك لما واحد يدوخ بهاي الوضعيه لما يكون قاعد يوقف مره واحده وداخ بحس دقات قلبه زادت عرفناه عشان تعوض عن طريق السمبثيتك نيرفس سيستم رح نحكي بس عن فلويد فوليوم ديفيسيت ونوقف هاي هون في خطا عندي في السلايد هايبوفوليميا عندكم هايبو ولا هايبر؟ ممتاز في ناس عندهم هايبر في ناس عندهم هايبو خلوها هايبو اللي عندهم هايبر حولوها لهايبو فلويد فوليوم امبالانسز قلنا الفلويد فوليوم امبالانسز يا بتكون على شكل ديفيسيت فلويد فوليوم ديفيسيت نقصان يا بتكون على شكل اكسس الديفيسيت عنده نوعين اول نوع ايش نسميه هايبوفوليميا والنوع الثاني dehydration شو الفرق هايبوفوليميا انت قاعد بتخسر مي وسوائل سوري مال مي وسوائل مي واملاح نفس الريشيو بنفس الريشيو يعني انا مثلا كانت عندي 140 45 نسبه ملي جرام بير ديسيلتر بير ديسيلتر 145 ملي جرام بير ديسيلتر من الصوديوم في الحاله الطبيعيه هذا صوديوم واحد خسر دم خسر شو خسر دم صار معه نزيف الدم طلع سوائل وطلع مين املاح بنفس النسبه فبالتالي هاي النسبه شو راح تظلها ثابت 145 ml per deciliter ماشي لان نطلع الدم اللي بيحتوي على سوائل وبيحتوي على املاح طلعناهن فلما انت تخسر سوائل واملاح بنفس same proportion هاي شو بنسميها الحاله هايبوفوليميا فالريشو بتضلها the same هاي بنسميها هايبوفوليميا بينما في حاله الديهايدريشن طفل واحد ما شربش مي واحد استفرغ بس طلع مثلا نفترض مي فأنا طلعت مي لكن الأملاح شو صار نسبتها فلما أنت بحالات الديهيدريشن شو بصير في عندك لوس اوف ووتر الون شو بصير بالسيرم صوديوم بيرتفع مش بس السيرم صوديوم عندنا إيش بنسميه هيماتوكريت هيماتوكريت نسبة البلد خلايا الدم الحمراء من إيش من البلازما من الانترا فاسكولار فوليوم كله فإذا أنت خسرت سوائل هيماتوكريت شو راح يصير فيه راح يرتفع هاي من علامات الديهايدريشن مع انه البيشنتس في الاصل تلاقي عنده انيميا بس انا ما ضلش عندي سوائل لكن خلايا الدم حمراء زادت فبتلاقي عنده هيماتوكريت ارتفع عرفنا شو الفرق ما بين الديهايدريشن والهايبوفوليميا هايبوفوليميا بتخسر سوائل واملاح نفس النسبه بينما الديهايدريشن بتخسر بس مي الاوزمولاليتي تركيز الاملاح ترتفع انت ممكن تخسر سوائل عن طريق الفوميتنج دياريا جي اي سكشنينج فيفر سويتنج كيف بتعرف مثلا والله هذا الفوميتنج بيعمل هايبوفوليميا ولا ديهايدريشن عن طريق الفحص بتروح بتفحص الالكترولايتس اذا الالكترولايتس نورمال معناته البيشنت شو عنده
هايبوفوليميا نورمال الالكترولايت الصوديوم نورمال معناته عند لكن هو خسر سوائل هو عنده نيجاتيف بالانس فهذا البيشنت عنده هايبوفوليميا والله هذا استفرغ ورحت قست له الصوديوم لقيته مرتفع معناته عنده ديهايدريشن فهي الطرق اللي ممكن تؤدي الى فلويد فوليوم ديفيسيت فوميتنج دياريه جاي سكشنينج فيفر سويتنج بالاضافه ل البليدنج الهيموريج طيب واحد كمان من اسبابها مش قادر يشرب سوائل زي ما قلنا واحد مغيب مثلا disoriented او الناس اللي في مناطق ما فيش عندهم مي نظيفه زي بعض الدول الافريقيه او بعض الدول اللي بصير فيها حروب بصيرش في عندهم اكسس لكلين ووتر ما بيشربوا فبالتالي بقل الانتيك في عندنا بعض الحالات بتؤدي الى تنفخ الجسم او احتباس السوائل او انتقال السوائل من الانترافاسكولر للانترستيشيال ايش يعني انترافاسكولر وانترستيشيال هذا عندي انا ارتري ماشي والارتري فايت خلينا نضرب مثال بالعضلات هذا تشو تاع العضلات فهذا انترستيشيال انترستيشيال وهذا انترافاسكولر وهنا انا عندي السوائل الانترافاسكولر في عندي تو تايبس اوف بريشر جوات الارتري في اول بريشر اسمه هايدرو ستاتيك بريشر وهذا شغله هذا علاقه طرديه مع كميه السوائل جوات الانترافاسكولر فكل ما زادت كميه السوائل بيزيد الهايدروستاتيك بريشر وشغله هذا بيعمل على ترشيح السوائل من الانترافاسكولر للتشوز المحيطه فيه زي الانترستيشيال فبالتالي بيعمل إديمة هذا هيدروستاتيك بريشر وربنا ما خلقه لحاله خلق معاه بريشر ثاني معاكس له اسمه اونكوتيك بريشر الانكوتيك بريشر له دخل في البروتين الهيدروستاتيك بريشر له دخل في الفلويد وخلينا نقول ووتر فاذا زادت الووتر بزيد الهيدروستاتيك بريشر وبالتالي راح يزيد ترشيح السوائل بينما الانكوتيك بريشر معاكس له بيعمل على سحب السوائل او منع انها تنتقل للانترستيشيال وهذا له علاقه في البروتين كل ما زاد البروتين بزيد الانكوتيك بريشر اذا خسرت البروتين راح تخسر الانكوتيك بريشر فهذول الاثنين التو تايز اوف بريشر في حاله توازن واحد صار معاه حروق حرق كبير الحرق شو هو صار في عندي دمج للتشو واذا انت عملت دمج للتشو خسرت البروتين اللي فيها اذا انت خسرت البروتين اللي فيها راح عندك البروتين شو عيد الانكوتيك بريشر من اللي يظلوا يلعب ويسرح ويمرح لحاله مع انه ما زادش هو ثابت لكن ما لقاش من اللي يصده فالهيدروستاتيك بريشر ما انه هو لحاله راح يعمل على ترشيح السوائل من الانترافاسكولر للانترستيشيال وبالتالي الجسم شو راح يصير فيه يتنفخ عشان هيك مرضى الحروق شو بصير فيهم بتنفخوا هاي التنفخ او انتقال السوائل من الانترافاسكولر للانترستيشيال شو المصطلح الطبي تاعه نسميه ثيرد سبيس فلويد شيفتنج او ثيرد سبيسنج عرفنا شو هو الثيرد سبيسنج تكون إديمة تعريف الإديمة هو ثيرد سبيس مسلم تفوتش لا تفوتش في الثيرد سبيسنج أو الثيرد سبيس فلويد شيفت شو معناها لما تنتقل السوائل من الانترافاسكولر للانترستيشيال بطريقة غير طبيعية زي ما صارت بحالة الحروق فشو بأدي إلى تكون إديمة هذا تكون الإديمة ممكن تكون على في الأطراف جميع الأطراف وهي الحالة بنسميها أناساركا وإحنا ضربنا مثال على الحروق الحروق قلنا الجسم بيخسر بروتين فبصير معه بتورم لكن أناساركا كمان ممكن نشوفه وين في مرضى الرينال فيلير ليش لأنه بيحتبس السوائل لما يحتب السوائل مين اللي بيزيد الهيدروستاتيك ولا بقل الانكوتيك بريشر بزيد قلنا هذا راح يزيد الووتر وبالتالي الهيدروستاتيك راح يزيد احنا هنا بنحكي عن مين فلويد فوليوم ديفيسيت هيدروستاتيك بريشر ما تغير العكس ممكن ينزل
لكن انا بما انه صار معاه هيمريج او صار في عندي ديستركشن للبروتين فشطبنا الانكوتك بريشر الهيدروستاتيك ثابت صار معاه اديما. قلنا الاديما ممكن تكون على البريفرال اكستريميتيز زي الاناساركا, ممكن للاسف تلاقيها صارت في اللنجز, واللنجز تعمل مصطلح او مرض بنسميه بولموناري اديما, تجمع السوائل جوات مين التيشو مش الرئة, جوات التيشو تاعت اللنجز, فاديما فورميشن بالبيرنز. في عندنا كمان موضوع الاسايتس, تتذكروا قلنا كل فجوة مكونة تلاقي أو كل كافيتي في الجسم تلاقي مثلا هاي الانتستنس, نفترض انه هيك شكل الانتستنس والامعاء والكبد والبنكرياس, شو محيط فيهم؟ غشاء, وهذول كلياتهم موجودين في البطن, فالسبيس هذا اسمه بيريتونيال سبيس. هسه في فين بياخذ الدم من الانتستنز والمواد الغذائيه اللي امتصتها, بده يوديها لوين بالاول؟ للكبد, عشان الكبد يعمل انتوكسيكيشن, الكبد هو فلتر كمان, فالكبد هذا الفين بمر بالضبط من جوات الكبد وبعدين بيرجعهن بعد ما صار فلتر او انتوكسيكيشن بوديها للقلب عشان الجسم يقدر يستفيد او القلب يضخها للجسم يستفيد منها. نفترض انه الجسم عنده تشمع كبد, واحد بيشرب خمرة كثير صار معاه تشمع كبد, تشمع بصير زي فات وصلب, شو راح يضغط على مين؟ هذا نفترض الكبد, كيف اول مره بدرسهم الكبد, نفترض انه هيك الكبد وهنا بمر منه الفين اسمه هيباتيك فين. فاذا انا ضغطت سكرت عليها, بعض المرات حتى بصير في ثرومبوس, الدم شو صار؟ احتبس في هاي المنطقه, شو راح يزيد؟ نيجي على ايش هذول التو تايبس اوف بريشر, مين اللي تاثر, هيدروستاتيك ولا انكوتيك؟ زاد الهيدروستاتيك بريشر, وبالتالي هذا الفين موجود هون جوات حوالين الانتستنس راح يعمل على ترشيح السوائل لوين تطلع في النهايه, على البيريتونيال سبيس. لما تتجمع السوائل بشكل غير طبيعي في البيريتونيال سبيس شو اسم حاله؟ سايتس. عرفنا شو يعني السايتس؟ تجمع سوائل في البيريتونيال سبيس, وهاي بتصير كثير في حالات الهيباتيك ديس اوردرز, راح ناخذها في اخر الفصل ان شاء الله. بعض الاشياء اللي ممكن تعمل عند البيشنتس فلويد فوليوم ديفيسيت دايابيتس انسيبيدس اللي هو السكري الكاذب, ما لهوش علاقه في السكري لكن في من اعراضه انه البيشنتس بروح الحمام كثير واكثر حتى من السكري. البيشنتس ممكن يخسر سوائل من 6 الى 8 لتر, ممكن توصل 10 او 12, يعني الموضوع صعب جدا في حالات الدايابيتس انسيبيدس. شو اللي بصير فيه؟ انه الهايبوثالاموس او البيتيوتري ببطلوا طلعوا الانتي ديوريتيك هرمون, ما فيش اند ديوريتيك هرمون, وبالتالي الديوريسس شغال كثير, فيش اشي موقف الكدني قاعد تعمل فلتر وبتطلع السوائل, فبالتالي البيشنت بصير معاه ايش مسميه دايابيتس انسيبيدس, فالكدني مش قادر تعمل كونسنتريت لليورين, قاعد بتطلع سوائل كثير في اليورين, فاليورين كونسنتريتد لا ما فيش. كمان في عندنا بعض الامراض الادرينال انسفيشنسي, لما يصير عندك مثلا ورم في الغده الكظريه وتبطل تطلع الالدستيرون, شو شغل الالدستيرون؟ انه بيحبس الصوديوم والسوائل, ما في عندي الالدستيرون معناته السوائل شو مالها, فبصير عند البيشنتس فلويد فوليوم ديفيسيت. فالادرينال انسفيشنسي تاثيرها انه بتبطل تفرز الالدستيرون. اوزمتيك دايوريسيس هاي عن طريق اختلاف التراكيز, البيرنز حكينا عن موضوع البيرنز, الهيموريج بتخسر سوائل, وقلنا البيشنتس الكوماتوز لانه ما بيشرب سوائل في الغالب راح يصير معاه فلويد فوليوم ديفيسيت. ساينز والسيمتومز, اهم نيرسينج اسسمنت لاي بيشنت ات ريسك لفلويد فوليوم ديفيسيت مين؟ ويت. بالضبط الويت, وقلنا الوزن العلاقة بالفلويد, كل ما زاد الفلويد بيزيد الوزن, كل ما خسرت فلويد بنزل الويت, فواحد عنده فلويد فوليوم ديفيسيت شو راح يصير عنده بالويت؟ ويت لوس, رابيد ويت لوس. سكين تيرجر, سكين تيرجر هو فحص كنا نعمله واحنا صغار
لبعض عشان اشوف مين صايم مين مش صايم. باجي بمسك اصبعه وبعمله بنش زي هيك، اذا رجع طبيعي نقول والله انت كذاب انت مش صايم لانه عندك سوائل. هذا بنسميه الفحص سكين تيرجر ديكريست. شان ديكريست يعني عملت له زي هيك، يعني سكين تيرجر الالاستيسيتي تاعت السكين. شان ديكريست ما فيش الالاستيسيتي لانه ما فيش ووتر، فانا عملت له زي هيك طول. هذا بصير مع واحد صايم ليش؟ لانه ما عندوش سوائل. فنفس الاشي فلويد فوليوم ديفيسيت شو بصير في عنده؟ ديكريست سكين تيرجر، عملت له زي هيك وظلتها منزقه ما رجعت لوضعها الطبيعي، اسمه ديكريست سكين تيرجر. اوليجيوريا، اوليجيوريا لما يقل اليورين اوتبوت اقل من 400 سي سي او 400 ام ال في اليوم بنسميها الحاله اوليجيوريا، قله افراز اليورين في يوم واحد اقل من 400. واحد ما عندوش سوائل معناته راح يقل البرفيوجن للكدني، وبالتالي راح تبطل تفلتر الدم كثير وتبطل تطلع يورين. واحد ما عندوش سوائل اليورين شو بصير؟ مركز ولا بكون كونسنتريتد يورين؟ شو لونه بكون؟ دارك يلو. كابيلاري ريفيل تايم، هذا فحص بالفيزيكال اكزام راح تاخذوه. كابيلاري ريفيل تايم، باجي بضغط على التيب اوف ذا فينجر، طبعا بكون لونه زهر الطبيعي، فلما اضغط عليه انا بفضيه من البلط. هذا اللي بصير، انا لما اضغط عليه قاعد بفضيه من البلط، برجعهن لورا. لما اشيل ايدي لازم يرجع لونه بينك خلال 2 seconds. ماشي، هذا بنسميه كابيلاري ريفيل. هذا بيعطي انديكيشن قديش في كميه سوائل عندك انترافاسكولار. فاذا انت عندك فلويد فوليوم ديفيسيت معناته ما فيش عندك انترافاسكولار فوليوم، وبالتالي شو راح يصير بالكابيلاري ريفيل تايم؟ بده ياخذ وقت اطول، يعني بده ياخذ اكثر من ثانيتين. فالكابيلاري ريفيل تايم شو بصير؟ برولونج، بطول. كمان بوستورال هايبوتنشن، بوستورال هايبوتنشن ما تكون قاعد وتوقف مره واحده بتدوخ، بنسميها بوستورال هايبوتنشن. رابيد ويك بولس، تتذكر معادلة الكاردك اوتبوت بتساوي هارت ريت ضرب ستروك فوليوم. واحد ما عندوش فلويدز راح تنزل ستروك فوليوم، وبالتالي ككومبنسيشن شو راح يزيد؟ هارت ريت. فهي فهمناها الرابيد. طيب ليش ويك؟ شو هي قوة البولس؟ بتعتمد على كمية الدم اللي قاعد بيطلع من الهارت. انت ما فيش عندك ستروك فوليوم، ما فيش عندك فوليوم، فشو بصير كقوة البلس؟ بتكون بتقل، ما فيش كمية، فكويف بتقل. فأنت واحد من علامات فلويد فوليوم ديفيسيت رابيد ويك بلس. لما يقل السوائل في الجسم راح تقل الانترافاسكولار، قلنا راح تقل البرفيوجن للأورغانز. الجسم عنده نظام طوارئ بخوف، بقول لك أن الأولوية إلي لمين؟ للفيتال أورغانز زي البرين، الهارت نفسه، الكيدنيز، الليفر، اللونجز. بينما السكن فيتال أورغان؟ لا. البونز؟ لا. الانتستنز؟ لا. فأنا لما يقل عند الانترافاسكولار فوليوم السمباثيتك نيرفوس سيستم اللي هو بتاعت الكر والفار بتقول أنا بدي أحتفظ بالدم لوين؟ للفيتال أورغانز، وأقل البرفيوجن على النون فيتال أورغانز. انت قل عندك الانترافاسكولار فوليوم عن طريق فلويد فوليوم ديفيسيت، فبالتالي بدي احافظ على البرفيوجن للفيتال اورجانز البرين. شو بعمل فيها؟ فيزو دايليشن، بزيد القطر تاع الارتريز تاعونهم عشان تزيد البرفيوجن لها. في المقابل النون فيتال اورجانز زي السكن والانتستنس شو بعمل فيهم؟ فيزو كونستريكشن، بقلل من البرفيوجن لهم. شنط، بنعمل زي الشنط. عشان هيك لما نقلل البرفيوجن للسكن شو بصير؟ بيل. وما انه ما فيش دم واصل، من بخلي درجه الحراره او كيف تحس انه انت جسمك حامي على الاطراف؟ الدم، لانه بيجي دم. اذا ما وصل دم شو راح تلاقي؟ كول، راح تلاقي كول سكن ريليتد تو فيس كونستريكشن اللي بصير فيها. واحد ما فيش عنده سوائل وقلت البرفيوجن للبرين شو بتلاقيه؟ تايرد ويك، فتيك، تلاقي عنده تايردنس. قلنا الريفلكس first، ولانه الجاستريك ميوكوزا بلشت تتهيج بقله السوائل وقله البرفيوجن، البيشنت راح يعاني من نوجا، وحاله الاسترس اصلا بتعمل لك نوجا. شو يعني نوجا؟ غثيان. مسل ويكنس،
لانه انت سحبت كل السوائل الموجوده في المسلز كرامبس ممكن يصاحب الفلويد فولوم ديفيسيت الكترولايت امبالانسز ديزنس قلنا لانه قل بيرفيوجن البرين ديليريوم نفس الشيء ديليريوم معناها هذيان قل البيرفيوجن البرين بلش الواحد يهذي سانكن ايز شو يعني سانكن ايز عيونه غائرات فاتت لجوه لانه هاي عباره كمان هي عباره عن فلويدز راحت الفلويدز فوت لجوه كنيرسز النيرسينج بروسيس تاعتنا عارفينها اول شيء عندي اسسمنت لازم اخذ الهيلث هيستوري الفيزيكال اكزامينيشن بالاضافه لللاب ريزلتس اللاب ريزلتس في حالات الديهايدريشن شو راح يزيد عنده قلنا الهيماتوكريت راح يزيد انسول الهيموغلوبين ما لهوش دخل كمان واحد ما عندوش سوائل شو راح يصير بالاوزموليتي والكونسنتريشن تاعت اليورين راح يزيد وكمان تاع البلد سيرم شو معنى سيرم بلد لما تسمع كلمه سيرم معناها بلد الاوزموليتي تاعت البلد وتاعت اليورين شو راح يصير فيهم راح تزيد بلد يورين نيتروجين والكرياتينين بطل يجي ما ظلش في عندي سوائل انا انترافاسكولار وبالتالي قل البرفيوجن للكدني وبالتالي بطلت تعمل فلتره فالويست برودكتس الكرياتينين والبلد يورين نيتروجين شو صار فيها ظلتها في الجسم فلما اروح افحصها في الدم تلاقيها elevated مرتفعة increased urine specific gravity هي نفسها الأوزمولاليتي تاعت اليورين specific gravity هي قدرة الكدني to dilute اليورين عشان تحلل أو تعمل dilution لليورين ما في عندك water شو راح يصير بالspecific gravity راح ترتفع معناها يعني الأوزمولاليتي أو الconcentration تاعت اليورين مرتفعة بعض الالكترولايت تشينجز ممكن تصير بالبوتاسيوم والصوديوم ممكن هاي تنزل او ترفع حسب السبب فالديكريزد بوتاسيوم لما يصير عند البيشنت جي اي اند رينال لوسز لما يزيد لما واحد مثلا يستفرغ او يصير مع دياريا بيخسر بوتاسيوم كمان عن طريق الرينال لوسز واحد اعطيته ليزكس مدير بول معروف هذا بيطلع كل الالكترولايتس مع الووتر صوديوم بوتاسيوم ووتر فشو راح يصير بالبوتاسيوم راح ينزل ممكن يزيد البوتاسيوم اذا كان سبب الفلويد فوليوم ديفيسيت رينال انسفيشنسي بين قوسين ما فيش عندي الدوستيرون الدوستيرون شغله انه بيحبس الصوديوم ما في عنده الدوستيرون معناته ما حبس الصوديوم كحشه وكحش الووتر معاه في المقابل شو عمل بالبوتاسيوم احتفظ فيه راح يرتفع مستوى البوتاسيوم في الجسم decreased sodium متى بتصير لما انت عندك anti-diuretic hormone بزيد هذا بشغله عمين قلنا على السوائل وممكن يلحق الصوديوم لكن اذا انا حبست سوائل كثير وبالتالي راح يقل تركيز الصوديوم او انا دائما عطشان دائما هالجنينة عندي ودائما قاعد بشرب مي لحاله الصوديوم شو راح يصير فيه تركيزه راح ينزل decrease sodium بينما راح يصير في عندي increase بالصوديوم اذا زاد عندي insensible loss شو insensible loss تعرقت مثلا وانت مش دار عن حالك تعرق كثير بسبب الجو مثلا او حالات الديابيتس insipidus شو الديابيتس insipidus ما فيش عندي ADH وبالتالي قاعد تتبول تخسر سوائل كثير ضل الصوديوم موجود في الجسم فبصير عنده hypernatremia ميديكال مانجمنت واحد ما عنده سوائل كيف بدي اعوضه او كيف بدي شو بدي اعمل لازم اعوضه بالسوائل اهم شيء عن طريق الاورال فلويد اذا كان البيشنت بيقدر ما عندهش مانع واحد مغيب بقدر اقول له شرب مي وهو فاته او افتح له ثمه واحط له مطره المي فيها بتشردك بموت فالاورال روت هو البريفيرد ما زبط راح نلجا للاي في سوليوشنز في حالات الاكيوت والسيفير فلويد لوس انتبهوا هون هسا واحد ما عندوش سوائل شو بكون البلد بريشر تاعه نازل فانا بهيك حاله اجيت على بيشنتس عنده فلويد فوليوم ديفيسيت وضغطه نازل بدي اعوضه بالمي نوع السوائل اللي بدي اياها لازم تكون ايزوتونيك سوليوشن تمام ايزوتونيك سوليوشنز واهمها لاكتيت درينجر او رينجر لاكتيت والنورمال سالين 0.9% صوديوم كلورايد اللي هو النورمال سالين هذا اول خيار لما يكون البيشنت
عنده fluid volume deficit وبنفس الوقت hypotensive. ماشي hypotensive. اعطيته هاي السوائل، نفترض اعطيناه لتر، لساته عنده نقص بالسوائل لكن ضغطه رجع طبيعي. احنا خلينا نتذكر انه انا اذا ما كان في عندي ضغط معناته ما فيش عندي perfusion، ما فيش عندي perfusion للorgans كاملة، وبالتالي اذا ما وصل دم، ما في دم perfusion للorgans، معناته ما فيش اكسجين واصل إلها، وبالتالي الميتابوليزم شو ماله؟ راح يطلع لي لاكتيك اسيد مادة سامة، راح يتحول من ايروبيك لان ايروبيك. وغير هيك بما انه ما فيش فلويد او ما فيش دم ينقل الويست برودكت شو مالها كلياتها متجمعة في الجسم. انا هسه لما رجعت النورمال بلود بريشر رجع صار عندي نورمو تنسف، شو بدي اعمل؟ بدي يجي تركيزي يتحول للويست برودكت هاي، كيف بدي اتخلص منها؟ فبدي اعطيه هايبوتونيك سوليوشنز. هاي شو بتعمل؟ بحلل، بعطي كاني بقول لك كدني ترى في عندي سوائل كثيره، طلعي طلعي. فهي لما تطلع بتتعمل فلتر على السوائل هاي، شو بتطلع معها؟ الويست برودكتس، ميتابوليك ويست. عرفنا واحد عنده فلويد فوليوم ديفيسيت لازم اعوضه بالسوائل، لازم اقيس له ضغطه. اذا كان هايبوتنسيف شو بدي اعطيه؟ ايزوتونيك سوليوشنز. اعطيته رجع ضغطه كويس، بوقف الايزوتونيك سوليوشن، شو بروح بعطيه؟ هايبوتونيك سوليوشنز. ليش هايبوتونيك سوليوشن؟ اتخلص من الويست برودكتس. طبعا الريتو في الاي في ادمنستريشن تعتمد على حاله البيشنتس، عنده امراض ثانيه، قديش اصلا هو خسر قديش البيشنتس بيقدر يستوعب. لكن بخاف من موضوع الربت ريسوسيتيشن، اني اعطيه سوائل بشكل سريع، بخاف منها، بخاف انه الجسم ما يستوعبها وبالتالي الهيدروستاتيك بريشر يزيد ويصير عنده ايش بنسميه فلاش بولموناري إديمة. شو يعني فلاش سريع؟ فلاش بولموناري إديمة مرة واحد اللنز والألفيلايز تتعبى مي، وبالتالي ما يظلش في عندي مكان للغاز اكسشينج، ويختنق البيشنت، تصير معه ريسبيراتوري فيلير ويموت. فموضوع الربد اي في ادمنستريشن يعني مش مسحة. ممكن نلجأ، واحد اجانا من حادث سير وصار معاه نزيف، بدي اعطيه سوائل بسرعة، لكن بدي اظني حاط الاولوية تاعتي اي بي سي ايروي دوالي، لازم اظني اسمع الايروي ما يكون في عنده صوت كريكتس. فنيرسينج مانجمنت كمان من الاسسمنت مونيتورينج فور سيمتومز لسكن. شو لازم؟ شو السكن؟ علامات فلويد فوليوم ديفيسيت قلنا، بور سكن تيرجر، والتانج بتلاقيه دراي، ميوكوزا تلاقيها كمان دراي. فبخاف انه البيشنت يصير معاه بكتيريا انفكشن. اليورين اوتبوت شو راح يكون فيه؟ راح يكون قليل. المينتال ستيتس كمان راح تكون altered، واحد تلاقي confused. دائما شو قلنا الأولوية أو intervention assessment ل I and O، اختصار الانتيك والاوتبوت، وسجلها مش بس تشوف، تسجل. وكمان daily weight، الوزن. vital signs شو ممكن تتأثر؟ blood pressure الأهمية، blood pressure شو راح يصير فيه؟ راح ينزل في food volume deficit. للبولس شو بكون قلنا؟ weak rapid pulse، قلنا hypotension خصوصا orthostatic hypotension. لازم نعطيه oral fluids oral care. قلنا واحد عنده dehydration، تخيل واحد كوماتوز مغيب على جهاز تنفس اصطناعي وعنده fluid volume deficit، الميكوزة تاعت الماث شو مالها؟ dry. فبالتالي هاي جود ميديا للبكتيريا للجروث، راح تنمو فيها بكتيريا. وهذا في عنده اندوتريكل تيوب، الاريا او الطريق لللنجز فاتحه، فاذا فاتت البكتيريا على اللنجز وهو مغيب وابصر بجزء بسبب التغييب بتاعته بسبب جلطه الدماغ، بصير معاه نيمونيا اللي هي التهاب الرئه، وعلى جهاز تنفس صناعي المورتاليتي ريت عالي جدا. فضروري نعمل للبيشنتس اورال كير. شفنا شو علاقة الأورال كيرب في فوليوم ديفيسيت، وهذول البيشنس ممكن نعطيهم اي في او انترال فلويد. وضروري جدا قلنا نعمل بريفنشن للفلويد فوليوم ديفيسيت. يا حمزة ما تنامش كثير، نوم انت صاحي ضلك تشرب مي،
فمينيمايز فلويد لاس حالات الدياريا، واحد عنده اسهال اعوضه بالسوائل او نعطيه الادويه المضاده للاسهال، واظني اشجع البيشنتس انه يشرب سوائل، بقول له هاي يا عمي المطره بدك خلال ساعتين تكون مخلصها، اخليه. طبعا لازم نستخدم كميات نقدر نقيسها، ماشي. هاي مثلا فيها 250 شربها البيشنتس، ما تخلصها على الساعه 10، بقول البيشنت على الساعه 10 شرب 250 او 500 ميل، ماشي. هاي موضوع الاسسمنت. الله يعطيك العافيه.